الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عوا بشا هجري أيتاي كوي تمن ربيع الأول كن أفر بقول أفر تاني أفر كن بيغن تدبادا بشا أكتوبر لبا كن لبا تاني لبا مال جمعة مركز التوفيق الإسلامي وحا إنو بلابان كتاب كي منظومة القواعد الفقهية. رنتي كتابك كان فن كان سيدي سبا وفن آت ممتع مسك هذا كشقي سينية قف كان رنتي جعلي سيني فقه أصول الفقه القواعد الفقهية ما دام سد حدود صح يسوق ده حجيران ده قفك وفنك كان كم رنيا هنا رنتي وحبلا وفتاوي ذا أي عرقلة ذو كجليس رنتي أي كوات كانيس يضا أي صاهر مرتي إن المرأة قلني القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها كتاب كأجوين والقواعد الفقهية الكبرى أن سو أورينا وأن أقرني كي سعدنا وأن أقرني كنا ومركي سدحات لأن في ليه أن أقرني مركا أنت وحلا وطلع جري طلاب العلم وإنا آدي الوقفة إذا استان كتاب كام حلا ودورتي ومضى وكوبن يهاي أو بقول يأفرت أفر بيت بوكا كوما وأطو آخر ك جنانتك إن به دون نظيمك وخدمة مقبولة للدين وذخرة تبقى ليوم الدين في 44 و100 بفضل ربي يحتوي منظومية بقول أفرتني أفر بك كوبنتا ومد الله بعض لقد أكو قرن يهي مرك الله بربر ديغو كتبتك للقواعد الفقهية وحد مودا إنه خير سهلين يهي هنا أردك طابع علمي أي حسين يفن كان أكو عسب يهي إن أسهل كرتي أنه سهولة وكو برنكرو مد الله بعض وحول بابو حيوبا هين أمثلة يتسالون إلا بحيو وحا كتابك كان كتبتك كغير دواني هاي إسلام منظومة دي بو شيخ اسكو دايا إنو ها بحيو تصاليه أو بحيو أو هل كان رنتي مادة دي علمي هاي سوال دوين كرتو نينك قاري أبو سهل أم أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الفضفري وكسو جيدا ريركا الفضفري اللي مالك هل كاوي وارير مجعي ماشو نسبة شيكتو يقول دقا ولاية دلو يقان كيرالا هندي إذا كتال طبعا مقالة دا سوحي قعان بحد العلماء ووين وما أنت تاريخ دا رنتي وحوين كجيستي في الإسامات العلمية أي هلكا كصوب بحي وحانا لشيكا دادكا فدواريين تا إني نسبة شيكتان وفدي هادا كهر يمن كيميد كرالا يميد يقو هندي او يميد إني دعوة الإسلام كإفافيان أو هو جاميني مالك بن دينار الكاسي أنس بشكتا أو كوب بيغان قرنجي لبعد أو هجرية دا طبعا هل كا بيدقين مقال لكم قعب الشاليات بيدقين قدمنا قاركود وحي أسو قورين مقال لكم قعب معركة ترنك ديا أو ترنكا دي أما ميدكم قعب شيخو وحو دا الشي تاريخ دا هجرية كون يسدح بقولي تدباطن يسقالك لكي تاريخ دا كالة ودا شكون سغال بقلي كونتني سغالكي ميلو يقان لو يقان بيدنجات موري او يدو ماركا الضاحيه الرئيسي سنفضفر ماركا طبعا رك فربضان او اي وح كقات رنتي وانني وحو اها تعليمتن رنتي وح بضان ميل في عنك كغاري وحس عجائب له كتب تولي يا رنتي ان لتلما معركتي مضن كتاب كان أما لو يقان معركتي الشيخ عبد القادر الفضفري وخدمته للغة وللأدب وللغة الأدب وكتاب عجيبة ورنتي ودراسة بحثية ووزارة التنمية القوى البشرية مركاء يسميسي وحلي روائح الزهور وفوائح العطور ديوان والدكي اسكلية هو مطبوعة حلي منظومة هذا أركيسان بقول أفرتنا أفرتك كوبا وعلى القلائد الجلية في القواعد الأصولية وتضابق لسدبات تنبيت كقوبا وعلى النظم الجلي في الفقه الحنبلي وسديت بقول سديت بيت كقوبا
وحول لي هاي الاستثناءات الفقهية أهمية دي للقواعد القواعد اللغوية عندها وقف كوبان أفرتني أفر قاعدة وحول النظم الوافي في الفقه الشافعي ولي هاي وألفيه وفقه الشافعي وكدياري وحول لي المئوية الفضهرية في الفرائض الشافعية ويضو كوبان بقول بيت كوبان وحول لي لامية الحلية أيول لي هاي ولبا النظمية ما أرقتي كتاب حلية طالب العلم بكر أبو زيد ويضا لو بقول يتدبات ومتى كتاب كاس أدبو في عنا لها نسخي سهدي لها له وحول لي هاي كتاب كالمناسك الحج والعمرة وحول لي هاي مؤلفات لحرة مواريث تطبيقات كذا وحول ترجمي تفسيرين قرآن الكريم كي يسوي اللغة أردي قرنتي كأقري إسهامات كابو الرئي وحن أركيسا ذاتك وحون إسكا قرامها ذاتك وح قرائي وحي وكالا بحان لأن حبال قراب المغلب وحن بحر حريقة لأن علمي يجيبه تأصيلي إذا مرك علمي يجيبه تأصيلي ما أركتي وأنا جهدي ماشي سمركالة هذا الكتاب كان إن شاء الله حنسكت دينا فترة ذا أفرت مع الموت إن مرك صاق قبله بقول أفرت أن أفر بيت أنت وهر سواء أفر من وجب من دون بيد الله سبحانه وتعالى وحلي رحم ما أركتي الناظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أنعم على العباد بالهدى وأكرم ونزل الكتاب والتبيان وعلم الأصول والبرهان وكمل الدين الحنيف هاديا في كل دهر مستفيضا باقيا الحمد لله مهد إلهي بإسكاله الذي الله قد أنعم قل ضيستي على العباد الضمضك قل ضيستي بالهدى هنك قل ضيستي وأكرم ما موسي oo maamuskiisa iyo deeqdiisa iyo sharaftiisana siiyey wanazzala alkitaaba kitaabkana soo dejiyey iyo tibyaana kitaabkii wixii caddayn lahaa dabcan tibyaan marka la tilmaamana sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyada ah litubayina linnaasi ma nuzzila ilayhim marka nabiga mar hadduusan oo ma yantiqo can hawaa hadii la yiri waxaa nabiga ka yimid waa munazzal وعلم الأصول ذات كان بري أصوشي إيو البرهان حجدين بري الله سأيام هاد إسكال أصوشي نو بري وجمع عصر المركي تاقنته إيوحي أصوشي وحلقا قالا لها إيو البرهان حجدين بري وكمل الدين دين كان دم يستري دينك الحنيفة يسوق توصنا ودوين فربضان وقالوا عن كسو الله حذي وأنا الراعين لكن وضع صحة الراعي هاديا حالها كيها نونيني في كل دهر وقت والبئة للجوغة مستفيضا حالها كي باهي باقيا حالي وحالها كي جراء وجوغة وباقية انت طبعا وأررتها وقف البابا طبعا وكف فورا لها إن الحمد لله انت تكديه لها يدوي وأفضل الصلاة والسلام إن بديلين حريص تيد هو ناكسنة على النبي نبي الله يا سيد الأنام مخلوقات كسيد كذا إيو آل أهل كيس الله ضل ياله إيو صحبه سحابه سا إيو من تبع عدي راعي اللهم يا كل راعي بإحسان ونا كل راعي إلى اليوم الفزعي مالك أرجحها إلى يوم القيامة هلك كده لها الفزع محال الحربة إنه أبيض ودل قاف إنتو كإلى اليوم وإسكسو سر جيسو هل بقافيو إسكسو قرقي سورة ماركا ساسو ماركا ودارت ولي أردتي ما بحثة كجد إنه يوحو ليه ما إنه اهتدى ماركا واحد يقول برا رجين لها داد دارين تان خلاف يرى نصق ذا منظومة داد هستان إيتان ويقول برا رجين كرتان سي ماركا نسكوا فجنو ما إنه اهتدى روحي هنون سما بهديه هدي قاس النبي أوليمي صلى الله عليه وسلم فقد ظفر قفك إساق وأوليمان ومن روحي حد لحظة يكق اللعظة عن نهجه عن نهج النبي نبي قوددي سنة فقد خسر وخسار تلفي به إلى الفلاح منهجا وعن جميع المعضلات تلفي وده ليس به بهديه نبي قهنون كيسة منهجا أسبوت منهج وإلى الفلاح لمن تكو قارسية وعن جميع المعضلات ومخرجا وده ليس أسو قدره ميت كاوي عيو كالي حي مالات كجب حسستيد عن جميع المعضلات مشاكل لن يوحل وحي عضل كوكين يقفك أما بهر استاقي كرانا ميدا كجب حديد وي مركب من اهتدى بهديه فقد ظفر ومن يحد عن نهجه فقد خسر
أو تلمامي وحلا تلفي به أي تجد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هدي النبي باختيارك له دور شدنا الدور شدنا دور نيسد إراعي النبي محمد هدي سأد راعي سيد محمد ليس منهجنا وضو إلى الفلاح أي موصلا به إلى الفلاح لمن لو قار وعن جميع المعضلات ومخرجا وكون قنا مالك قب حديد عن جميع المعضلات مشاكل كورن فليس خير مجرى خير قط خير لتلمامه ومرك الله قال له وحو الضوان وحنقل انتو الضوان هلأك هذا إلا ما قرره وصغي ولم يكن مانا آني جير من شر شر ونمجر إلا بشر هدي أي جير تحذره وأكدق النبي صلى الله عليه وسلم فديننا دين كأننا كان لم يخلق كامر عن حكم حكم كامرنا على مر الأزمان على مر الزمان زمن انتو جرو يعني بمعنى انت ضدك اينول يهين لقب الله مالك وحيقان وسودك إلى يوم الدين مسألة والباء سود الرضا حالة والباء إن لسه قد بوناته واقع والباء أنه لكوسن وأنه حكم جرو يعني مرده هنا ما يتن لما يقان خلاص دينته كما حل يعني مركب وحروا إنه يراد صلاحية هذا الدين إيفاليديتي دينته إنه إلا هذا حي وإدبولي كرتباه والباء يضو مركب صوب حذاي دينته المركب كما مرة لو بدا ما أعضلا لو بدا هدو صو ظاهره ما أعضلا وح ما أركتي عضل نقنكر أي ما أعضلا وح ما أركتي عضل نقنكر يعني معظم حي حلقومك أي مسألة المعضلة مرك اللي رواه معضلة هم حلقومك عابا أصل كعضل اللغة العربية ووقف مركو لطيو أصل هان كلمة ده سو إين ير مرك أوليه عضل واحد مسألة دتكي هكت جلينيس ودتكي حنيبيس وحن لما سمعين كر وحن قال ما أركتي ما الله دقائق ما لا عدي بدك الدريمية مسألة داس يبيح لمدة وعرفت حل ما مرك الله حلو إلا طبعا والأركة سامانتا هدي فوق هذه هراء تراث كي قديم كأه وحبضا أي قرن ما أنت ضد كأن المال هدا يمد غربي جاي وسطي جاي رجل بيت كدجن وأركة سا وحنا لقدا وكان فيق نوع فيق الأقليات الفيق فيق الواقع فيق لكوس فيق النوازل وحصلنا وأركة سا شريعة ذن مرك إنا إلا هذا هاي مرونة فلكسبيليتي إن الله ولا في الجلي كرت وقعد وعطل مركة تاجن لو بدا فديننا لم يخلو عن حكم على مر الزمان لو بدا هضو صوت ظاهره ما عضل أي ما ظهر أنه معضل وحم مغضى لأنهم حايل قد حوى قد احتوى وحو حنبار سنيه الدين ككن قواعد حنبار سنيه قواعد صو تستخرج الأحكام أحكامتي أتكلسوا بحس عنها إذا حق إذا راشدا حالة تاكي هنوصا مركة قواعد با مركة الجودة جي ولذلك قصب ماها إن قفكي وماشا وكهلا آيات قرآن أو ما أرأتي ساعة سمية كلهاس لكن قاعدة الجودة جي قاعدة محام وامحي يعني مثلا ما أنت هدي أي صبحا ما اندو ريالك لدوني صبحا يعني قصب ماها إن لقومك عدبه ولقول هذا قاد كي والله شيء أما إن اللي يقوله هذا ما رأيته شنبين كي وما على وش قسم ما حاله دين توحي كتير قاعدة يكون دجيس وعلى غيره كل مشكلة خمر ما ندوري والبابا خمر هذا واحد دي خمر وبنا حرام هل قصدك كي كان سامر مركة وهل كي عمر الخطاب رضي الله عنه قال ذي مركي أنتي كهل لين يراد ما يجزي ما ده كرناه حير سموها ما شئتم فإنها جزي إذن كي إذن تال ما قعد دون طلب بيان وجزي نوتة ما أنتوا أركتين خمر خمرين كل عبو هوتيل هذا رمجال كايو ديار هذا أي مركة رمجال كايو مركة للراعة وحلو بيح مشروبات روحانية انت عاشية ريفرشمنت ما قعد بدله لكن أنا وخمر وأدو ما قعد دون تويل معناه حنا كوضع مركة قواعد سيادة أنجا أيان يدي أنو حكون تمينا يدي وحي حمبارسنا إحكامتي وهلك اللي وعفي هلك سي مركة كجرتها مركة مقدمة ذا شيخة وحاكم مقتة إنه قواعدي وأرارينه وأوليه هذا وحى ماشى لبش يقدونه وقواعد مجي ذله وأنا ليلسن كرين مجي ذله أو لقال إن دارن كره ما من قضية مستجدة إلا حل كذا ولا هي قواعد سمرك الله بح أنت مركز كأررتون بقى هاي أنا صبحنا مركز وهذه تتضح أدرك إنسان أرجوزة وقصيدة وجبي أرجوزة محوية لوصاك فيها إلى الحديد من القواعد الفقهية قواعد فقهية من توحى الله قاتي قواعد فقه قدر ما يشكو مشيه حد دليل
marka aan aqrinay in alqawaid alfiqhiyya alkubra wa ma tafarra anha maxaa qaacidana soo maray yacni shanta ra'iisiga ah inta soo hoos gashay waxaa laga mid alqaacida alwaaxida inay soo hoos gashay tafarra canha ilaa konton ilaa sittiin inay ka farcantaa laga yaabaa marka wuxuu yidhi min alqawaacid alfiqhiyya baan sheegayna jamactuha waan ururiyey min qawli ahli alcilmi ay min aqwaali ahli alcilmi ahlu cilmiga oo raahyadoodaan ka kulmiyey wa sharxin wa min sharxi ahli alcilmi ahlu cilmiga sharxoodaan ka uriy oo min nathrin ah qoraala oo min nadmin ama tix ah ilan ahlu cilmigu laba si un bay wax u qoraan qoraal caadiya inshaa'iya oo carabi caadiya la qoro iyo mid tix ah oo gabay u samaysa sida midda innagana hortaal oo kale sahaltuha waan fududeeyey buu yidhi liaalib alqawaacidi qofka amaba dadka dalbaya qawaacidda inay bartaan oo raba inay fahmaan waa u fudeeyey ta'tii waxay la imanaysaa bilawaabidi masaa'il aad iyo aad runtii aad iyo aad u fog oo aan soo heli karin maca alijaazi xaala lala qabta iyadoo lasoo gaabay alawaabid asal ahaan wuxuushtaa loo isticmaalaa xayawaanka duurjooga fakadka ah oo aan la gaari karin waa aabida oo la jameeyey wuxuu rabaa inuu yihi masaa'il fara badan oo maskaxdaada aanay soo dabi karin oo xataa aan kuu dhaweyn halkaasaad ka helaysaa maca alijaazi haddana iyadoo haddana ay urursan tahay oo lasoo gaabiyey oo tirarag fara badan iyo hada fara badan iyo maskax daalin badan aanay ku jirin buu wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo bahashan haba yaraate ah waxay ku fadhidaa culayskaas waxay ku cufan tahay ama ay sidataa miisaankan ah marka wuxuu leeyahy ta'tii ama sahaltuha waan fududeeyey sahaltuha haa ee urjuusadii waan fududeeyey litaalibi alqawaacidi qawaacidda kuwa dalbaya baranaya ta'tii way imaanaysaa bil awaadbidi la imaanaysaa masaa'ishii fakadka ahayd ee maanku aanuu soo dabi karin maca alijaazi lala qabo iyadoo lasoo koobay intaana wuxuu haddana arar uga dhigay kitaabkiibuu marka inoo maaragtay sharxay jazaahu llahu khayran haddaba waxay dhahaan carabtu waxay dhahaan attakhliyatu qabla taxliya meel intaadan degin waa la jafjaftaa wax kastaa la iska leexiyaa haddii joodarigii ama derintii ama un aada dhigatid waa inaan waxba ku durin oo dhagaxaanu ku taaban soo ma asalku waa sidaas haddaba inta aynaan sharxin alqaacida alfiqhiya waxaa garbaha kaga degan waa cid kale waxaa jira alqaacida alusuuliya ama alqawaacid alusuuliya oo meel taagan iyo waxaa jira wax loo yaqaan addawaabid alfiqhiya iyadiina waxaa lagu magacaabaa alqawaacid alfiqhiya marka alqawaacid alusuuliya halkan kaga dhegan addawaabid alfiqhiyana halkaana kaga dhegan tahay alqawaacid alusuuliya marka si iyadii loo barto oo wada rac saxa loo saaro waa in harta aan dhahno alqaacida alusuuliyana waa sidan addaabid alfiqhiyana waa sidan alqaacida alfiqhiyana waa sidan kadibna aan markaa ka fujinno kuwa kale ee garbaha kaga dhegan halkaa waan u baahanaa marka inaan u baxno biidni illaahi subxaana wa tacaala ayib haddaba markay meesha taagan tahay sheekhu wuxuu noo soo hormariyey muqadimo yar ee u bixi maayo hadalkii ma muqadamat alkitaab wa cilmi alkitaab oo meeshaydan u deyneynaa laakiin waxaan rabaa horta inaan fahmo maxaa lagu magacaabaa alqaacida alfiqhiya waa kan tucarafu waa la qeexaa alqaacidatu qaacidadii alfiqhiyatu ee fiqiga ahayd biannahaa inay iyadu tahay qadiyatun arrin oo kulliyatun oo iswadata taasoo jaamicatun kulansanaysa masaa'ilan ay masaa'ila masaa'il kulansanaysa masaa'ishaasoo farciyatan iyadu markaa farcantay oo masaa'il asaasiya ma aragtay meesheeda leh ka dhambalantay ka innama alacmaalu binniyaati oo kale haddaba tucaraf waa qeexid in la qeexa la rabaa asalka ahan qaacidda waxaa lagu magacaaba wixii wax lagu duldhiso qaacidat albeyt huwa alasaas soma qaacidat kulli shay asaas wa basementigi laakiin markay taagan tahay qeexidda erab bixinta sharciga markay taagan tahay waxaa lagu magaca qadiya asalka kelimat qadiya marka la tilmaamo waa alfaadii ay isticmaali jireen manaatiqda ay isticmaalaan ama dadka mantiqa ku shaqa leh qadiya waxaa la dhahaa maalan hadda haddaan idhaahda maalan innagoo dhan hadda hal qadiyaan leena qadiyadan waa maxay inaan kitaabkan meel saarno soo ma
dadka mudaaharaadaya oo kale markay mudaaharaadaan waa maxay u mudaaharaadayaan maxaa yeelay price-kii amaba qiimihii waxa lagu kordhiyey maciishadii way kacday mudaaharaad baa la galay dadka waa mudaaharaad qadiyad baa ka wada dhexaysa ragga siyaasiyiinta ah iyagu doodaya iyo xisaabta ka qadiyad baa ka wada dhexaysa allah mustacaan dullaahi qadiya marka waa shay dadka dhan ka wada dhexeeya arrin marka dadka u dhexaysa wey ilaa kelmaddu dabcan xagga markay manaadiqdu taagan tahay waxay taagan tahay meeshaas marka ku sheegaan haddaba qadiya marka lagu yidhaahdo waa arrin marka qadiya kuliya furuuc fara badan baa marka jirta yacni mathalan hadda inama cmaan biniyaati markaan leeyahay mithaalka waan ugu soo noqon doono halkii aan ka tirin lahaa wax alla wixii nii ah oo aan dhihi lahaa mathalan ninka wax furaya niyadiisa ninka baayaca niyadiisa kii kale niyadiisa ninka been sheegay niyadiisa kan la dhaarinay niyadiisa meeshaa niyo tirin lahaa hal qaacidaan meesha keenay waxaan leeyahay halkaasa waxaa iisoo hosgelay inama alcalaama biniyaati nuucu niya miday doonta waa noqota halkaasa iisoo gelaysa marka waa qadiya oo kuliya kuliya waxaa laga wadaa wixii oo dhan waa inclusive waa comprehensive wixii o dhan baa soo hosgelaya jaamica kulansanaysa masaa'il waxay ahayd luqa ahaan in la yidhahda masaa'ila oo halkaa laakiin masaa'ilan waa waxa uu rabaa inuu beytka ku kala kacsado maxaa yeelay beytku haddaan sidaa la yeelin wuu jabaya haddii kale masaa'ishaasa farciyatan marka innama acmaalu biniyaati maxaa soo hosgeli kara camal walba ee la qabto ee niyad ku salaysan halkaasaa qaacida u ah innama acmaalu biniyaati keligeed baa marka qaacida halka marka qaacidada saasa horta kow lagu magacaaba waa iman doonaa iyadoo intaa ka faahfaahsan dabcan haddaba alqawaacid alfiqiya marka kutubta mutawalaalka aan dib ugu laabanno dullaabi cilmi baa tihiin waad ku khasban tihiin meelaha qaarkood in laydin milicsiiyo hadda doctor yacquub albaaxiseen markii uu qeexayo wax badan buu keenay tacriiftaa waxaa ka mid a tacriifkii almuqri mutawafa 788 wuxuu yihi kullu kulliyin akhas min alusuuli wasaa'iri almacaani alcaqliyati alcaamati wacan min alcuquudi wajumlati adawaabit alfiqiyati alkhaas waa shay kulli ah laakiin iyadu sibay gaaray khusuusiyaadkeeday wadataa waa nacaam ama in la yidhaahdo waa xukum akthari ahoo sida uu xamawi uu leeyahay alxanafi xukum akthari ah waa ghaalibi ah yacni badanaa inaan dhaho xukumka kan waa sidan taasaa naga dhaqaysa yacni markaan si kale u dhigo waa isirweyne ay wadaagaan intaasoo farci farcan iyo farcan iyo farcan iyo farcan baa waxaa ka wada dhexeeya hal shay marka wada wadaagaan macnahaas wey idan macnaha waa macnaha soo dhoweyn kara halkaasuu marka tilmaamo tayib waxaan rabaa marka inaan kala saaro maxaa la yidhaahdaa alqaacida alusuuliya maxaa la yidhaahdaa alqaacida alfiqiya horta usuul fiqi maxaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray waa adilada fiqigan adilada uu xambaarsan yahay oo ijmaaliga ah mathalan adilla maxaa lagu magacaaba alkitaab wasunna iyo wixii lamid a adilada way duuduuban tahay sideen u daliishanayaa ninka daliishanaya mujtahidka ah ee fataawida wax ku daliishanaya suu u maraya waddada u mari lahaa yacni mathalan hadda adaan ku yidhaahdo laa taqrabu zina adilla ijmaaliya ama mathalan wa aqiimu salaata oo kale inaan ka soo dhiraandhiriya halkaas drivation ka sameeyo aan idhaahdo salaadu waa waajib maxaa muujinaya wa aqiimu salaata oo leesh amar bay ku timid amarkun alamru alwujuud halkaa baa marka usuulkii baa maray kow horta waa asal ahaan waa sidaas wey tayib markay meeshay taagan tahay masalada marka asalaatu waajiba waa fiqi wa aqiimu salaat aladilla alijmaaliya alamru alwujuubina waa qaacida usuuliya intaa waa fahmay soo ma asalka meesha wey markay meeshay taagan tahay ayaa haddana waxaa imaanaya maxaan kula duwaya dhowr arrimood baa kula duwaya kow waxaan leeyahay alqawaacid alusuuliya markay taaganta istitna ma laha alqaacid alusuuli alamr alwujuub waa meel meesha taagantahay laakiin alqaacid alfiqi markay taagan tahay waxaa la xugmanay aqlabiya wey siday u badan tahay halkaa waxaa la rabaa marka in lanoo tilmaamo in mar kasta oo qaacida fiqiya ay timaado inuu exceptionis jiro waa u iman doonaa tusaalooyin fara badan waa bixin doonaa islacaawa biidin illahi subxaana wa tacaala alqaacida alusuuliya exceptions bay leh tan ma soo gelis tanaa ka diinan tan baa ka diinan laakiin alqaacida alusuuliya iyada exception malaha malaha istitnaai malaha waa halka ugu horreysa aan markaa aan ku hormarin taa waa mid wey waana farqiga u horeeya wey walidaalika dooda ay keeni doonaan qolyaha
هل القاعدة الفقهية تصلح لأن تكون دليلا أو حجية مركي اعتماد مسائل الوقف صندوني كلمة تهي الله إمام دوني بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تانا مركا مد مد ديدي دونتو أو بإذن الله هل مركا إن يراكم ناشا وحير القاعدة الأصولية وكلية كلية محل لغا وضع وح لغا ما سور ريبي إذا نمو إسو ضغطا الأمر الوجوب وكلي أمر الله ما شو كي ماذا بي. لكن القاعدة الفقهية وحركة يسا هذا باب النيات مركا في إنما علامة بنيات مركا عندنا وحا إيمان دونا ما ني وحيابا أني بلو شردين عمل أني بلو شردين دونا با إيمان دونا ماذا نمبا إسلانتي سفر يروا فران تهيل ما كان فران تمسا كان فران نص الحديث ما كان فران تمسا كان فران هدو كفتم يسوما هاي واهي أني قاعد ما لما البنياتي ولي أني يدي ذكو مجين هدو لما يميشا نسو قليس تنص باربت ولذلك that's why القاعدة هذا إنهارت أني معنا ما البنياتي استثنى سوغلي هل كمركي القاعده الاصوليه جورسبرودنسلي مركي تاغنت استثنى ملا انت وين وافهم نصامه اسك هذا الكلي ارغم تفارق وهي كغه دوانت القاعده الاصوليه القاعده الفقهيه ده الاصول اي في القواعد الاصوليه وهي كغه دوانت في اشياء ان ده هي بيتها في اشياء وهي كغه دوانت اشياء ان ده هي بيت الالهالين كمثل ما فيها سيدة إيضا وعد هذا من استثناء نوكر قاعدة فقهية استثناء كجرة هل كاس مركة فرق أو لحية كمثل ما فيها أي ما في القاعدة الفقهية وحد هذا من استثناء بهرك قد وانت فعلم أقو هداك الله الله كهنونية أن القاعدة قاعدة دي وأهل القاعدة الفقهية ليس ما أهان بشرط شرط ما أهان كونها أهان شيء ذو مضطردة مدي جوكتا إني أهات القاعدة الفقهية مركة وحا مركة ما يشان نوصب بحضر كان سيفي بدك تقول ليه القاعدة الأصولية يوضو ما يلبي فرد إذا واسدي بنيه أوكلا ما دقاء قيس هل كالقاعدة الفقهية أي قرقوري كرتو وحبا لقى سهر ريبيا فرعا با انتهي كبعضا فرعا هوس قليسا فرعا انتو كان كبعو كان كالحوس قلي كرا إذو قرقوري يساوى مد يوضو روتيتي فمالكو ما صبنا لكن القاعدة الأصولية ثابتة لا تتحرك انت وافهم نظامها تفارق وحي كجد وانتهي أي القاعدة الفقهية الأصول أي القواعد الأصولية وحي كجد وانتهي في أشياء الرمار دورو كمثل ما فيها أي كمثل ما في القاعدة الفقهية واحد لها هذا أو من استثناء سوريبس فاعلم هدب أقوه هداك الله والله كهنوني أن القاعدة بأن القاعدة قاعدة دي ليس ما أهان بشرط شرط ما أهان كونها أي كون القاعدة الفقهية مضطردة مدي جوكتين النقد يعني ويقول قوري سمع الكلمة فرده أفهم نصامة أرتكوة معنها فقد ترى واحد أركي كرتا ولي عكرت إنا داركتد والقاعدة الفقهية إنا داركتد أما فقد ترى إنا داركتد ولا قرأ بعض الفروع فروع ذا قاركود أم حالك وضع مركة أي فقد تراها أي هذه القاعدة هذا أن كهل لأنه ومشاق وتنمام بعض الفروع أي خارجة عن بعض الفروع إنه كب حلال قيابة وقد تراها إن أدركتها لغيابة تحت أخرى أي دارجة تحت أخرى من مركة غاركيس إنه عمل بينا سومدهن إنه كبحث لغيابة باب آذن كفلين إنه قشا لغيابة مركة إيدوا قور قورتو أو سيزة هالك إعرابتو وما أرهتي مرنام باعتبار الحرف كأودن بي كلمة دا أي حكو أنت مرنام ونقض منصوب مرنام ونقض مجرور مرنام مكسور ونقض القاعدة الفقهية إيدوا قور قورتا مركة هو موفبل وي لكن القاعدة الأصولية ها من دقائق انت سمركة الماما فأحكم الأبواب هذا أبواب تسق والفصول فصول شيء كالدوني سق وأتقن مال سارة سق الفروع فروع دي والأصول مركب حلي يعني إسايك هدر مني أبواب تي هذا فهم أبواب تي كدو ليس فهم فصول شيء كدو ليس فهم فروع ذا إلا هذا فهم مركب يوحي لمد مثلا هذا هذا أرنك هذا أن شيء إني تصالي هذا أن مركل كوعليو إنه علامة البنيات سو قاعدة ما طيب الأمور بمقاصدها وحول بابا قصدك هتكلم هذا كوحر أنت بمعنى سامة طيب قاعدة مروش مشهورة قاعدة بحي نوفا إذا يسي عمل أن يلا هاي إنا اللي تحكي لني ويحدا بأن يدي أن يكسو قوين لما تحكي لني وصوع يعني كصومالي وكله وانفر لكن أنيك نيدي ذا ما هي إنهم فروع حلا جايبا إنه نقع القاعدة الأصولية إنه عمل بنيات كليك دكتي لكن ما أقول بهاش وكل دقي إني جورجوري كرتو ما هنكسر ربنا مركه طلاقي رجع عادي كبد أضل لك في تمايك سوء عشت وصان نقطة أوتوماتيك
وان كفر واد فرتي حيالي صوت ليش وقاعدة سو هاد مين هالشيء نعمل بنياتها قاعدة كل سوام جلسنا الأمور والأمور مقاسيدها ما يتنصب صار هل كان مركب حكاية صار بحاي قاعدة دي ماشية تكو أجد ما تجنة ويجورته والدقائق ذي ملك لي هذا هل كان مركب ومسألة تسأل هذا مثلا وحلم إذا مثلا تسألك المركب بحيو قف كأمين كأ وحن هو أميني وحن يهيب أنكو يروح حالا كو ديبة سأكتهين هدو يرارو تلف او شكتير وحي دامج باسو غاري لعك تاد بوال حدي توك بحالة إيسو دعو لك عاي اوكي غاري وخلاص بو بربوري قري والا بلقيس وحبو كوشي هدو هل الكيسي والا قبلة بغير نية بغير بيينة عنده بيينة لك مرابو وأمين صاما وحوان كو آميني وحوان كير موبايل كان نيهي موبايل كوال لغا حد وحات الموبايل كوال لغا حد بيينة ومبهنت اللي آمناته وقف الآمن مركو هرب من حد إن آمن أي طيب سؤال شيء ما نسأب حيته بينده قفك مركو إلى روحه وعيال الله من عدين كان وحيوان ويا عدين كان سلم ديجن قاعدة أوم قاعدة أهل البينة على إيش المدعي واليمين على من أنكر سوى قاعدة حديث لقى تصامعين بينة وحال الله غفر يقفك وحشاك تير هذا وحباء إلى الله ماي وحباء إلى مقن وحبان كلها كان عدين هديك لأن ما لش إسكان مرة واحد لا هذا وإن كان كم وحن كلها بقول كونه بحام بان كلها وأسكش شيء جنس ولا مين أنا قال لي أبوي أشوف حلي رني وإن كان كم حيوقة قعدت أنت سوكا وين أن نكي أن 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 هوشيس إسكا فردامي وين أن لهر لا إمام الصامة إلا أن أنا ضفيري هذا بن نكي كان أمين كأ أن لا يا هاي ولا أقبل يا شيء شديس أو يراد ويح وي بربران بينا الله بعنا نكا إسكا وحوقة خاص بحي قاعدة دي أهيد البينة إيش على المدعي والمحايلة هل كان يمينكي ومدعي للتلف وانا اقبلني هل الكيسي بلا بينة محايلة صوتا اقبلنا حيث امرك هل كان فهمتين ليش عاد قبلنا محام اقبلنا قاعدة نكبحي انتو قالي قاعدك لو ما علم حسينين من سبيل انك اصلا ما فلوه شلا هذا ايو خسبتو يروحان ايه هاي هذا سنكي قلي عكتا ايه هاي مال ما أردت أما أقول لك سؤال قال إيه هاي أفرتن كوي ما أنكو قرصد هذا إيه كان أني كوي ما كان قاعدة مركو حاجة مع المحسين من سبيل قاعدة أن أيام مركا نيكي تبرئة سينيس وأفهمنا سؤال ما هذا هو مركا والدليل لبعض أما تصال لبعض أنكو موجينا إنه إن قاعدة هالك هكو أغيد أنا يفدين إيقرقوري كرتو والدليل كلبعض طيب إنتا مركا وإن وقف لانتا نبال إن فرقك لبعض الوك لدوي كرو إسنوا مهم هل فرقي هذا صوش أغني من نوع يفرد من المفرد فرقك لبعض قواعد أصولية وحي أدلة أتهم أحكام شرعية خلافنا كما تاجن أدلة أته أحكام شرعية الأمر الوجوب المعركة النهي للتحريم قاعدة أته لكن القواعد الفقهية خلاف بك تاجن وحنا ضاد كما تاجن مركا القواعد الأصولية بنان كاس بيتاجن تهاي عد وحكوا هاي ستة مركا مرة هل كالقواعد الفقهية هي كريجة وكجرؤ أي كجران والنوع اللي قد جين مثلا وين ما يمنضون تماش مكان هذا سدح وعكل كل الدوام القواعد الأصولية أحكامتي لجلا نحبحها وين أدلة الله مره وين لون باجرت الله مره كان الله مره وين أصل مره أدلة أصل مره لكن القواعد الفقهية فروع ذو وحي وحفا إلينا بدون واسطة هل كان مركه محمد قاعدة أصولية إن مركه لو جاء ود بدين القاعدة الأصولية سي أي حكم أفا إليسه وأنا لون صامرت أدل لي صامرت هل كالقاعدة الفقهية سي أفا إليسه أنا واسطة أبعنا ماذا على موضوعات تصالا كينينا مثلا هذا مركع لنا النهي للتحريم نهي والباء وحكى الصلاة يسكرها بي حرام بو فإذينا ما كان لين قاعدة اسمها ومحي أصولي ولا فقهي قاعدة أصولية طيب قاعدة ذا ميان كفهمي كنا الزنا ذيني حرامت النهي للتحريم بقى سيك هائري بس مو حان كفهمي كنا إيا ذيني الزنا ذي حرامته ما يوحانو بهانا آيات إناه لدلي تفصيلي نعم النهي للتحريم وفهمه لكن هل كا وحان لتحرمي إنتي لغا كان قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا وفهم نسامه إلهي بأن الزنا وإن دوان كرتان طيب ولا تقربوا الزنا نهي وي. نهي أيوه حكى ده شيء تحريم مركو حالا القاعدة الأصولية إني وحفا إذا يساي
waxa ay ku xiran tahay inay ku tiirsanaato daliil iyo meel ay marto. Mowduuc waana dhacay soo ma, laakiin maalan hadda daan ilaahdo almutlif daamin, qofka damage-ka wax gaarsiiyay waa inuu garantii wixii inuu soo gudo wa inuu damaano qaado. Haddaan iraahdo kale qaacidada intee ka keena marka, qaacida waa qaacida fiqiya, uma baahna inay meel usoo jeeso. Maxaa yeele damaan walbaba shay walba maalan kan baad iga daadisa ii soo gudta, waxbaad iga jabisa ii keen wixiiga, ilan adiga amiin mahid marka kan soo ma. Waxaa adoo meesha maray aad waxaad ku dhufatay gaarigii meel baad ugu dhufatay, soo bixi magti keen wixii keen. Halka marka qaacidadan u fiqiga iyada uma baahna inay waasita soo marto, iyadan waa farqi kale wax lagu kala duwi karo. Farqi afaraad baa jira oo ay tilmaamaan fuqahadu oo ah maxaan ka faa'iideyn, waxaa laga faa'iida alqaacida alusuuli alamru alwujuub annahyu litaxriim. Markaan leenaha shuqulkaas mujtahidka iskale waa ninka fatwoonaya ee darajat alijtihaad gaari baa iskale. Laakiin alqaacida alfiqiya waa qof kasta ee caamiya wuxuu fahmi karo, niyadeeda ma ahayn ulama jeedin ujeedkayga saas u ahaa, waa qof kasta caamiya loogu talagalay. Halka alqaacida alusuuliya loogu talagalay maxay intaa maydan dhacad hay-aan gudmun marka isagaa marka sheegay marka waana dii marka wuxuu tilmaamayaa ay alqawaacid alusuuliya waana dii adilatu alijmaali alqawaacid alusuuliyana wa adilatu alijmaali adiladii ijmaaliya walaa taqrabu zina wa adila alijmaaliya walaa wixii lamid yati biha waxaa la yimaada alfaqihu faqihi baa la yimaada fi istidlaalin daliishasho ay fi istidlaalihi min annusuusi nusuus markuu ka daliishanaya buu la yimaada tudamu waa loo geeyaa maca adilati tafsiili ama tudamu xaa loo geynayo maca adilati tafsiili adiladii tafsiilka ahayd fatuntiju waxay dhalinaysaa alxukma xukumkii maca adaliili daliila la qabo. Halkaa muxuu tilmaamaya marka tii koowaad wuxuu noo sheegay inuu mujtahidka ka faa'iidi karo, ta labaad wuxuu noo sheegay in keligeed ladiida la sheegay waa inaad ku baroogata alqawaacid alusuuliya keligeed inay waxba dhalin karin, laakiin ay u baahan tahay tudam in la sameeyo. Tudamu waa loo dumaa waa loo geeyaa maca adilati atafsiili adiladii mufasalka ahayd oo laga soo qaatay alkitaab wasunna fatuntiju waxay dhalinaysaa alxukma xukumkii baa dhalinaysaa maca daliili daliilka la jirkiisa xaali ahaad keligeed ma dhalin karto. Wa fahmuka fahamkaago alfuruuca furuucda aada fahamtid min qawaacidi alfiqhi qawaacidi alfiqhi xaggeeda xaalay ka ahaatay bilaa dami daliilin daliil iyadan loo geeyin mustaqil waa shay mustaqil wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo furuucdaas iyadu daliil uma baahna alumur lmaqaasidiha lilcaama daliil uma baahna halkee ka keenta may dhihi kartid. Laakiin alqaacida alusuuliya waxaan ku leeyahay calaa ayi ilaa ayi daliilin istanad halkaa marka meesha aan rabna inaan marka tilmaamno. Ayib wa fahmuka fahamkaaga mubtada alfuruuc aad fahamtid min qawaacidi alfiqi aad ka fahamtid bilaa dami daliilin buu ahaaday ama bilaa dami daliilin iyadoo daliil loo geynin mustaqilun waa mid gooni u istaagaho meel marka aanan ku tiirsanin wey. Halkaana dabcan waa iyadana waa baab kale oo runtii meeshiisa leh in la fahmo u baahan wey. Dabcan halka kan marka wuxuu ku sheegay afar farqi furuuc baan farqi baan soo sheegan soo ma farci wuxuu noo sheegay farqi kale shanaad uu leeyahay alqawaacid alusuuliya axkaamteedu waxay ku dureertaa waxa loo yaqaan cawaarid allafd. Yani mata cawaarid maxaa lagu magacaabaa yani lafdiga kan muxuu keeni karaa caam oo kale baab alusuul marka la joogo, khaas baab alusuul marka la joogo, alamr waalnahy baab alusuul marka la joogo, alijmaac wakhabar alaxaad baab alusuul marka la joogo, alqiyaas marka la joogo. Halka alqawaacid alfiqiya in waxa ay ku dul wareegaysa ay tahay waxa la xukmiyey ficlu lmukallaf adiga ficilkaaga yaqiintaada niyadaada wixii raadima ka tahay mashaqaad dareentay ficil afcaal mukallaf. Marka alqawaacid alusuuliya maxay ku wareegaysaa, waxay ku wareegaysaa lafdiga kan muxuu keenaya shaqo kale ma laha, amarka la bixiyey ma waajib baa, nahyigan ma xaaraan baa mise waa karaahiyo, amarka ma nadbi baa mise intaasi ku wareegaysaa kulli haddii la yar dadka dhan ma soo gelay mise dadaa laga reebay, ma khaas buu ku yahay aswaaji nabiy marka dadka dhan baa lagu talagalay. Shuqulkaasuu usuulka qabtaa alqawaacid alusuuliya. Halka alqawaacid alfiqiya ay ku xiran tahay ama ay ku dul wareegayso waxaan la xukminayo ficilkan la xukminayo ninka ka niyadiisu maxay ahay, raadi wixii ma ka ahaa,
mashaqo miyaa meesha jirtay wixii lamida masaa'ishaas. Markaas wuxuu leeyahay waa kana farqiga shanaad wuxuu leeyahay waa anna mawduuca alusuuli alqawaacid alusuul mawduuciisu jullahu inta ugu badan cawaaridu lafdi waana mawduuc alusuuli usuulka mawduuciisa jullahu intiisa badan cawaaridu lafdi buu ahaaday min aladilati adiladii xaggeeda xaalu ka ahaa. Cawaaridu lafdi maxaa lagu magaa marka? Waa wax alla wixii alfaadu ay keeni karaan oo soo dirisiyaan oo macnaa kullu bacd alistiqraaqiya alamar annahy wahaluma jara wahuwa kaam huwa kaasu min alqawaacid alfiqiyati xaggeeda markuu taagan yahayna ficlulcibaadi waay mukallafka wahuwa ay mawduuc waay mawduuc alqaacid alfiqiya wahuwa mawduuca min alqawaacid alfiqiyati xaggeeda xaalu ka ahaadana ficlulcibaadi ku dul wareega ka rida waniyati walidaalika tabcan beyta kan waxaa ka wanaagsanaan lahayd in uu u ratibay inuu yidhaahdo wahuwa min alqawaacid alafcaali mithul yaqiini walacmaali kaasaa ka wanaagsanaan lahayd buu leeyahay iqtiraaxa shaarixa taasaa marka ka wanaagsanaan lahayd. Halkaa marka waxaa noo soo baxay shan farqi wey ayaa noo soo baxay wagayrihaa min alfuruuqi fafham wagayrihaa min alfuruuqi waniyati ka rida waniyati iyo wagayrihaa waka gayrihaa tii waxaa la halmaado wixii kasoo haro oo min alfuruuqi kala duwanaanshaha fafham فهم من المطولات كتبت على دير كفهم ثم يعلم هل أقاد بيت المدين قرية ويدين قرية سامة وغيرها مركة هذا كهلك أساس مركة وهو موضوع من القواعد الفقهية حق الحال وكا هذا فعل العباد بكد الوريقة كالرضاء وكلا إيوانية وكلا وغيرها وكغيرها يوحي إنتا كالصهرة من الفروق كلا دون أنشاء فافهم هذا فهم من المطولات كتبت على دير كان لغمة لقين كان والس أرسينيا أمكلي ثم يعلم كدين هل أقاد انت ما عم كجب حنيت يان كلا دي هذا القاعدة إيش الأصولي والقاعدة الفقهية هذا القاعدة اللي بدو بناك كلام مرن دينا ليه لكن ولي وحاج جرح دنا خصم كلا الضابط الفقهي وإنما لا صار مرك وحولية تفارق وحي كجد وانتهى القاعدة الفقهية الضابط الضابط كوحي كجد وانتهى فهو كاسو ماوي واختص بالفروع من بابي فهو ما اختص بالفروع ووح لقار نغضي فروع لقار نغضي ومن باب من باب مركاكم معناها من باب من باب من, باب من الأبواب أرتا واحد عن بدي أمثلة ظهرت أن بحنو مركا عن إن يرمي العصدو رجي قدما ذا تاجي دين السبك أو كلا نهاية القرن الثامن 771 تضبق التاتا نيكو قدنتي وحول لي هاي علم حجم من الأشباه والنظائر أرنتي طالب العلم قد مهم أي تهي إنه برطو رقى سيوطي رقى نوضان رقبة كتغي كتفي عنا كقارئ الأشباه والنظائر نحو مركي تاغي أنت القواعد الفقهي مركي تاغي أنت مساء شرم بكوصة أرنسة يعني أردق مركة وحبضن أمال بدأ أذكر هذه المضان تيبا مال مركة هسيئة مركة فتوانيس مربا كاربا مال كويل كو سهلا الضواء وحليه الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابه أن يسمى ضابط ضابط ما كان سؤال لو يعفصه مال وهالباك وهالباك وحان وح كله دمانيا الربع أما ما كان سيكا لأوديه ومقياس إي كراتيريا يعني وإن أنه وحي وحا لغاها حكم كيسواسا وحي سام نقض حكم كيسواسا ضابط كاول وإنه هالباك ما يشي وجوله اليوم السيوط تساسه كالمرك وتمام وحليه قاعدة ذا markay taaganta farqi u dhaxay wuxuu yiri furuuc kala duwan baa albaab kala duwan ka kala keenaysa xaggaana mid ka keenaysa halkaan waa qaacidada laakin adabid sama waxa uu kulminaya hal baab furuucdiis fahmi sama alqaacida alfiqhiya waxay kulminaysa furuucda albaab kala baab nikaah baab aljihad baab alطلاق albuyu wuxuu dhan ba hal meel soo gelinay laakin dabid markay taaganta هل باب فروع ديسو ومركا وتنظيم اللي وافهمنا سامة يعني هو هذا مثلا يعني أنه مزج كتب تطال مصحف تكليا مال دقيقة إني رمى واحد كلا نحو هنا مال أنا صار ويح المكتوب دون أي وينته ننوع الربع إنه فنون تقدم كلا قانا ذايا ننوع اللي من مصحف تنو قدايا مركا مركا يتعلم انتهى القاعدة الفقهية يدو حرتو يقدم إن ضب ديسو نحو هنا مال صار توصل في مال صار لك على تنظيمية هل كالضابط الفقه ولا ما أنا بيح مصحف أي مال سو جينيا واتصال وان طبعا روينا كسور دوي هل كان مركب باب باب تكمل طيب
علماء قاركود مركي كلا دويان وحيليهن القاعدة الفقهية إذا مروا ببا دليل شكلية اللي أسو الجيديو وأن استثنى صوت قالوا قاعدة دي أوفر دي بحركة يسامحن لقال حري لكن ضابط كمية إذا مركا عملها وحكالا دي عكرته القاعدة الفقهية بين المذاهب مذاهب تقول أنه متفق نقطة يعني مركا قاعدة صمينية فقهية وأن كسوق أن لايها قاعدة ويفر دي مركا لايها مذهب كالشافعي وأنه إلى قبو مالكي وأنه إلى قبو حنفي وأنه إلى قبو كنوا إلى قبو هل كضابط كمركا يتاني أنت مذهب واحد أنك هل مذاهب تكال شقة دي دماغ القبو فهم فرق كالوي ماشي مد ولماذا قاركوت بحيث أنه وحام وحي كل دونه مركا مالا سيدة الهمام نهاية القرن التاسع سيدة بغول إحنا كودي بولنتي كتابك التحرير في يومي وكالا قرني سيدة ذات آخر كستطبق وتضغط أنت أكالا في كتاب المسبح وكالا وحصل أنه وما جوجينين مثلا ضابط كفقه يتساليه سبحانه وكالا مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نجمه دي أي تماضه وإسلام وحنو جسوه تحريم كام حرمضة ما يشك إيمانيه تحريم كام يشك إيمانيه ولم يدعكي نسك وكان وكل يعني مثلا هو يدا أما إن أنت هذا وكل مجيس المحايلة إن أنت هذا عليه هو يدا ويكون الشيء هدي إسلام يكون نجسان ومحي حكم كيبه قادنا يسمى دام أي تهمرضع يكون نجسي وهكذا ولا إن أنت إذا شان ولا شاء وكلا نقول نساء مركوا ضابدوا مثلا لا تصح الوصية بكل مال إلا في صور ما والله ما در دار مكر إلا صور قارم مويان يعني وصية مكر مجلس لا وصية لوارثين ماشي مركة تلويح لمد إذن ضوابط مركوا بضمتها مركة ضابط فقهي والقمع ضابط فقهي وحاكم إذا مثلا إن عندها مثلا عصبا بالنفس محالها من القرابة وحالها ذكر والبا لب البا وعنو دحين إساق إيميتك وحنثاء وعنو دحين وضابط مركة ضابطك وحنكو سينا قاعدة يعني وحنكو سينا يا جنرال فورمولا ماشي حسابته أكاد هذا أكاد ويحي سيدا كوي ماذا سيدا كوي ماذا معادلة أصبح كفريس ويحي لمذ طبعا أمثلة أنت وكبضا كرت لك هل كاسا هم قاب سنين طيب وحنو باهنا يا مركة القواعد الفقهية ما أنت نضل هرت انت لك كان درايفيشن كده رمنا هل كان لقى سود ران دري ماشي لقى سوقات سدوقتهين كو وحا اصل واه غنديق واه الكتاب والسنه وحان لقى كين ان ديننا ما نكون كو القران هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان ما مر غير كي وحا اركيسا اذ الحديث كالنبي قاعده لقى دغى يعني مثلا هذا لا ضرر ولا ضرار سو قاعده في قيمه وان حديث الخراج بالضمان وحديث وقاعده جناية العجمة جبار مركلة المام وحديث لكن قاعدة فقهية البينة على المدعي واليمين على من أنكسوا حديث ما قاعدة فقهية إنما العمل بالنيات حديث ما وقاعدة فقهية مركة كو وحيصلك كوهسا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة وذاء وحبا أن لقب الدليل وقاعدة هان لو أذيك سيد تاومت طيب وحكى الله إذا مثلا تنهض دوان نسك حديث أسيس أنه كان وحديك كرتمركة إن لقصر دران ديريو آيات هذا مثلا ضرورة الليل الضرورة تبيح المحظورات ويحي الضرورة ديتي ماذا وحرام باكوب بنا صلى الله عليه هل كلا كان فمن الضر غير باغ ولا عاد قفك الله دي باتك ليه يسوق حد قدب أن لا إيماني صلى الله عليه فمن الضر غير باغ ولا عاد أنا مرك أنت كليا ضفنا صام ومن الضر غير باغ ولا عاد الضرورة تبيح المحذرة وحد بطل والضرورة تقدر بقدرها ضرورة أنا وإن لقدره وإن جانجو أنت هاي وضرورة أنا معها إذا لفت كيف بدي بطل قواعد وحكم أنت هاي وحلو كلا صار مثلا قاعدة وحاجة تلو ما يعبه الميسور لا يسقط بالمعصور أنا ملا إني دكتور شاطبي رسالة ليس الدكتور هذا موضوع شو كدياري الميسور لا يسقط بالمعصور ورسالة هام بوقر الشيخة وحلا قاس أحب حي قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فج تنبوه ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعت وحي نكرر يا بنا كيف هذا لكن وحي أن ما أرك محن ما أرك توحي أن فرنا أنت أذكرتان كلام ماذا إذا وام حي قاعدة لك على قاس وقاتو قاعدة وحاجة سله الفرض أفضل من النفل
يعني مثلا waxaa soo gashay masjidka soo gashay salaadda fajrka iyadoo 2 minute ama 2 daqiiqo ku harsan salaadii subaxdii kala qoraxda soo baxaysa waxa laga ragacay fajr inta kan iyo koob soo lagaatay hadda dagaj maxaa ku dhaafay marka hormari marka waxaad hormarinaysaa waxaad hormarinaysaa faradka waxaad hormarinaysaa wixii la mid طبعا marka الفرض إن وكفر البنيه هاي نفلي هل كان كان وهكا كان وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذا وحصلنا واقع وعد مرك هذا وحن نروح عن كسوق قادنا كتاب القرآن ثم نضر أو عن كقادنا الضرورة تبيح المحظورة لا وحن نروح عن كقادنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل حديث سيسا ما شكل لا ضرر ولا ضرر سدح آثار وحاجرته لقصو قوري سلف هذه الأمة قاعدة لقدي مثلا مقاطع الحقوق عند الشروط أنا يا دوحة مكلا بحينا شدق النوية محار تشدق النوية كونتراكت جاني محوان محان كو هشين هشيس كنا قد بحي محوية مركان كلها مثلا شركات بان وحبان اسكو درساني بوق باي مثلا محان كلا بحينا يا دي يوحي لما إذا قاعدة الحكم إذا ضاق الأمر التسع طبعا أصول فقهي مثلا ما أرقتي ضرورة سد الذرائع مركان برينا آد صو شرحني في كتاب الواضح إذا ضاق هريري مركو يماذا حقا يروسي يربا يماذا وعلم إذا مثلا لا ينسب إلى ساكت قول قف أم أحبانيهن دوك شو حكم ساري كرتي وحكم انتهي ويحي المام الشافعي مركا لقصون النقدي طيب هل كان مركا انتاك كان القاعدة الفقهية الكتاب انتاك كان الصن انتاك كان آثار السلف أفر بس سبحان مرينا سدح أصول فقهي القاعدة الفقهية هذا بحنك العلنين أصول فقهي قاعدة صامة وحاجرت قاعدة فقهية لك سوء ديناري أصول فقهي لك كان الأمر الوجوب حقيقة وسوك تسي والنهي للتحريم حقيقة انت انك كان وأصول فقهي ولذلك فعلك رسولك صلى الله عليه وسلم وانا مسألة خلاف كذا لو انت انا قري ضدك معاصرين انت او حوفي عن سلمان الأشقر هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب نبيك هدوح سمي نبيك هسمي واجمي موجين يسمي نبيك أنه قول راعي فالكيسة كلي أو متحن هل يدل على الوجوب أم يحتاج الفعل إلى قول إن قول أبو الله ماني ما أبقى أنت ومسألة ما إشي إذا ما قال المهم فعل الرسول المجرد عن القول لا يدل على الوجوب وهل كاسم الغسو قات وأصول فقهي العبرة إيش بعمومه اللفظ لا بخصوص السبب مرة بحنا إيجينا آيات عدة كسو دكتي يعني بحنا إيجينا آيات ده واحد عدة أي قبانة يسو إيه ما إيجينا سبب تجار كي كسو دكتي مثلا هذا نحن آيات الله يا أيها هبل محل جوا ذا أهل مكة يا أيها كذا أهل المدينة اللي جوا ذا آيات ده أبو جهل بخصوص أنا جمر رحمنا ما صاحر إنسامة مرك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أما إذا دهان أي آية نزل على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين مركو إن قبانة يسا إذا نحكم التقاعد القواعد الفقهية وحلقة سوقات اللغة العربية عربي محاكمة مثلا نحوها وكلا لا نفي لا لنفي الذات أو الصحة لا هديت ما محلقة وضع لا أحد في الدار محنك وضع قف مجوه أما هذا مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محلقة وضع صلاة دي اسمها الصحيح مركة حلقين كفة إذا إن صلاة أن فاتحة لو أقرن صحيح ما إن محنك لا ذا سئيفة إذي اللغة العربية طيب وحاكولون كي قادن أئمة ذي ووينيد تراث كودة ورق فربضان وحاجر جزيات فربضان لقصة النقلية كم ذا أئمة ذا مركا ديب الرعديد تحوغا غير مناهيت ديب من الأسيتين وحي أذيك سمح الله يقان الاستقراء استقروه والراد عين والدبقل وإن مسألة ذي لأقاذة هل كلاقا كان لأقاذة مسائيشي مركا لبارو قضياتك جزيكا يوحي لمد وعاكولا لغا اوغان كرا الدليل كعقلها كتصيني لابا الشيء اسكسو هرجي ذا مكل ميان هبيني مالي مال ميسوق ايمان كرا يوحي لمد وعاكولا لغا قادن كرا مثلا اشياء وحاكم اذا مثلا اني دهانو اذا سقط الاسو سقط الفرع اصلي فرع ويسرع سيهين وكلا يوحي لمد المشغول لا يشغل وحاكم انت قواعد قاتمو قياس كان ولغا سؤال دران دلي قياس كان ولغا قاتي وقياسكو طبعا يسدون باب كيسولي وحكى الله لغا سوقات طريق الاجتهاد طريق الاجتهاد انه لغا سوقات هل كان مركا مريسا مركا طريق القياس وهذا وحان نري الكتاب السنة
الآثار أصوشي أنت اللغة العربية أفر صوم مرن طريق ال... أنت مركا وحا مركا جيرا مركا عن هرين طريق الاجتهاد هل كان وحا رابا مركا شيخا وشيخ دونا أنت يعرف فاهم بأيتان إن دقاء أفرطان وأنا أركا طلاب العلمي حتى بعض الدعاة مركي مساء شيخا وإسكو قصان مركي باب كان ايتاغا انتهي وأنا أساس مثلا اجتهادك وحوم مرا طرق بمرا وحاجة مركة سدح كلمة ضدك وسوق الضان وحاجة روح لويقا تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط سدح هذا مركة متداخلة ذات غيرك سوء مقطع لكن أمثلة ما كل سعر دونا بإذن الله سبحانه وتعالى طيب مناطق أصل لها المركة للتلمام وإن أن أقاذه علاذة أو حكوصة لينيو كوس بالدها مركة تاغنتا إنجليشك أو منطق لوجيك تاغنتا كوس كان أو حكوصة لينيو فرع وإن كيري كرو مثلا مركة كلها يهو كلام نبيذك أه عينبك إنت الفريسي غريبك مدد تسكياله oo markaan leeyahay nabiidku waa xaraam markaan leeyahay ciladaan ku xaraantina ma ina aqaan inay taa iskaar qaadka markaan leeyahay waa xaraam waa inuu inaan ka helay ciladii maan dooriyahay hadii kale ma noqonayo waxaan iri midalan biyahan lama cabbi karo waxaan iri maxaa loo cabbi waa biyahan waa biya caadi may waxba ku jir maxay yihiin wax saaso kale wixii maxay yihiin waa maan dooriyo waa inaan heli karo tayib asalka marka meesha sarabarta inaan cilada taasa marka lagu magacaabo hadaba مرك أن باب التحقيق وإما النبي الله سبحانه وتعالى تحقيق تنقيح المناط محلوق مجا مرك تنقيح المناط محلوق مجا عبا الذي يذا أهيت إن نهرت جف جفته أو أن مال مرك صاره لكن حقيقة في عنا هنا كهر ما تحقيق المناط تحقيق المناط كان كهر مريه تحقيق المناط كو وإن اتحاد جليه oo aan dadaalan dhaho tolow ciladan iyada ah farca ma laga helaya horta waxaan rabaa inaan sawiro masalada qiyaaska farci asal baa jira asalka wixii aayad ama xadiid waxaan u haynaa nas baan u haynaa ijmaaci farcana wax hadda aan rabno inaan ogaano in waxa kanu maxaaraama mise xaalaal waxbaa naloo sheega maala waxaa la yidhi masalaa timid culummada waxaa laga rabaa inay ka hadlaan masaladan iyada beec waxaa yimi sidaas oo kale ah بيع وحاي هرمي أي يمد شبكي با يمد وحاي يمد مثلا فوركس بحبها مسألة تمد بالير مثلا هذا مال صار مثلا هذا كتاب كي يكون مقرن مال نكون مقرن وحان الله يهرت أني أصل بان حيستا أصل إيت المامي معاملات كإن يسيداتا وحان يسادين نغضان وصلع وحق وحلال وحان وحرام أوكي وحبال إيك يعني مشروبات سوكر بي وحان الله يهي أني أصل بان حيستا wuxuu hadday iskaar leeyihiin maandoori yihiin waa xaaraam haddayna maandoori ahayn ciddiidaysa male khalaqa lakuma fi lard jamiic maa shataa horta marka farac waxaa lagu magaca waxa aan raba in aan meel fariisiyo hadda masale cusub wey meel uma hayo laakiin asalkii already aayad baa xadiidan haysaa soo ma tayib markaa raba labadan in aan isaga qiyaas qaatoon dhaho tan waa xaaraam masaladanha kan waa xaaraam maxaa yeelay ibadka ayaa la yiri waa xaaraam kan waa xaaraam markaan leeyahay masale markaan leeyahay waa ina cilo wax ay wada wadaagaan waa inaan helo idan taxqiiq almanaadka waxaa laga wadaa in aan helo ciladii inaan farca ka heli karo nabiidka qaadku maxaaraam baa iskaar waa inaan ka heli karo walaalka culimmada qaarkood macno kalena way tilmaamaan oo qaacida macruuf ah hadda maala qiblada in loo jeesiso waajib maaha salaada marka la tukanayo amar macluum wey laakiin marka aan ku dadaalo oon intaan soo qaato g b s-ka aan saaro oo webka meesha noogu jiro ma aragtay app-ka meesha noogu jiro aan saaro oo hebelu intuu iga jira ee baaraboladii aan ku qiyaastay itihaadka aan la imaanayo ayaa lagu magacaabaa taxqiiq almanaad arga waa fahmo sooma isoo dhaafi waxaan umeynaa marka tanqiix almanaad tanqiix almanaad waxaan rabaa ciladan iyada inaan hufto oo aan jafjafto oo oo aan keligeed meel ku soo reebto si aan iyadii halbeeg ay gu noqoto maala nin baa haweeneydiisi wuxuu u galmooday
isaga sooman ama bir ramadaan xadiithii carabiga ninkii ramiga ahaa nabiga inta u yimid waaqactu yiri ayib ani marka waxaan rabaa tankiix manaadka markaan raadinayo inaan ka duulo muwaaqac ninkan inuu jimac galay bir ramadaan shaqadayda maaha inuu reer baadiye ahaa inuu reer magaal ahaa shaqadayda maaha haweeneyda uu jimaca inay xilihiisa ahayd inaanay ahayn inuu zina markaa ku jimacay soonka kan soon muxtarama miya mise isagoo macsi ku jiro oo ma aragta ayuu soomay intaa ma eegayay maxaan eegaya aniga waxaan eegaya horta muwaaqacadaan eegaya jimacaas xukunka meeshaasu yaal maxaa lagu magaca markaas waxaa lagu magacaabaa tanqiix almanaad maxaan meesha ka tuuray هل هو عربي أو غير عربي إيه مثال محن ماشي كطوري هل صومه محترم ولا غير محترم إيه مثال هل الموضوع هوين إذا أوقع الموضوع زوجته ولا مش زوجته أني إيه مثال أني محيي المواقع الحكم كان قصاليني محل ومع عمرك تنقيح المناط وحيي هرمك وحلو ومع تخريج المناط تخريج الروح على الوضع الذي حكم كأصلي عن لها إن الله صبحه inaan sugo taxriim alkhamr horta khamrada alxaaraan tilmaamay ma iskaarka loo xaaraanta mise umar kale ku jirta waa inaan ogaada maxaa loo xaaraanta asal ahaan qona marka alxaaraan tilmaamayna ma waxa loo lacagta kulmaysa ma laga waday marka la cabo dadkii baa isdagaalaya miyaa laga wadaa qofkii baa islaantiisa furay maa laga wadaa mise waxaa la yidhi may iskaarka horta waa inaan meel saara iyadana halkaa wax lagu maa takhriij almanaad marka takhriij almanaadka وعلذي يضع هيد إنا نسوغو تنقيح المناط كان وإنا وحكا لماشي أن يسوق قليل مدى كان إنا العلذي هلا جودي عن كوبي حين وحلو مقعبا تخريج أما بحلو مقعبا حلو يقان ما أركتي الله مستعان سنو نوشك تحقيق المناط إنت سمرك لو مقعبا هدبا إنتا مركا نسوق دافة كدب يانو إيمان يا وحا وشيق وشيقي لكن وحا يدبه لي أدنا وحاجة يروح لكم على طريق الترجيح ولا يقاطع يعني مثلا أحكام تهدي أم وقتين يحوق أصدقائنا يسوع أنك مثلا وحنكو كلا سارنا طرق الاجتهاد طرق الترجيح ولا يقان أمثلة الله حكمنا مثلا الدفع الضرري مقدم على جلب المنفعة هرت بيبكى إلا إذا كان موصى يا كم يمسن إن نفعها له لو الأشد يزال بالضر الأخف سيوكلا أدقي هنا وكلا مال سارنا المثبت مقدم على النافع المثبت قفك مثبت كأ والله هرم لنا وح مرك النافع وح يلمد وعكلا لجلا إماذا أما لجلا إماذا وحلو من طرق الاستصحاب استصحاب وصول الفقه مخصوص مرنا حالة ديهرة إن لا صاحبه حالة ديهرة يعني محل حكم كان أصل ك يعني مثلا استصحابك مثلا هذا وانسوي سيستي مسجد كان صاق له مرك تك اسمع عن شكي ويسمع كل مسكون الدوم استصحاب الأصل ما كان صنبه وحنا لهرت ما كان سوق اللي مسجد كسو دورة تمية من بارينها سو مسوي ويسيسان أنا قاعد سو مسوي قلناها إني إيه جبت وحسو كلام يجرى ماي هذا استصحاب قاصدة صادرت وحيمان سقاعدة إيه اليقين لا يزول به الشك العارض يقين ما يشهد ده يجرته شك كان يقيم لا تحقلني أنت ما فهم صامه هالك مرك الشيخ وحولي واكن أنت أنا ما عندنا شيء جي بروحك سوق دور بيت وحيري وما أخذوا القواعد قواعد هالك لقاءات النصوص نصوص ونصوص لقاءات نصوص مركي لهم حاسو قالي الكتاب والسنة وبعض آثار ومن بعض أما وبعض آثار آثار تقار كودو مروي المروي عن السلف وبعض آثار ومن بعض آثار ولقاءات كذا صاص منصوص ولا عدي ومن مآخذ ما لك لقاءات لها للقواعد وهاتن الأصول أصول فقه ولا سوقات وبعضها وبعض القواعد من لغة لغة حق إذا منقول لغسو قوري وبعضها وبعض القواعد الفقهية منقول مدي لغسو قوري من لغة لغسو قوري وخرجت ولا صوصاري قواعدها أيضا سياسوك عن استقراء عن استقراء إلى إما أي ماذا استقراه والعقل وعن طريق العقل عقل ينحكي مدوي وأن الدداني لا يتمعان والقياس وعن طريق القياس القياس كسمها ذي الجلاء كي عداءها والاجتهاد عن طريق الاجتهاد اجتهاد لقليو في المناطين لبضا منا كهل نوامح لبضا مناط بوت المامي اجتهاد لقليو في المناطين نوامح تحقيق المناط إيه تحقيق المناط إيه تنقيح المناط لبضا سو مركز المامي إيه وعن ترجيح إيه ترجيح وعن طريق الترجيح
استسحاب عن طريق استسحاب أصل وعن طريق استسحاب أصل أصل ولا صاحبا ولا سوقات بحمان تدن أنت حيني وأن كحي قيني أفرت بيت بكسبوري لكن وح مركي نظم أيهين قبل تفكيك وأن غصن بي ومرك العدي مركو حرام إنه يراد قواعد أنت لك كان ولي قواعد أنك مين بالله أنت وحالك هلا أررتيدي وما أخذوا القواعد قواعد هلك لك سوقات النصوص وبعض آثار آثار تقار كود ومن بعد آثار ولا سوقات كذا أساس النصوص من العديو ومن مآخذ ما لك لو لغا سوقات أهل القواعد وهاتنا الأصول بكمده وبعضها وبعض القواعد منقول مد لغا سوغور من لغة حق إذا وخردت تاسوكل ولا صوصار أيضا سيدا سوكل عن استقران عن استقراء العلماء والعقل وعن طريق العقل والقياس وعن طريق القياس ذي الجلاء يسوق مركان مغضي والاجتهاد وعن طريق الاجتهاد وفي المناطين أوكي تحقيق المناط يتنقيح المناط ك وعن ترجيح وعن طريق الترجيح والله كان والاستصحاب أصل وعن طريق الاستصحاب أصل والله كان طيب سؤال شكل أمرك محان كفائدنا القواعد الفقهية وش الفائدة ليش نتعب حالنا محان كفائدنا طيب فوائد فرب ضم بالله ذهري ابن عاشور أنت تفسير كي سنة أجدهن أنت تفسير كدير أن ودني محونها معتمد إن طالب العلم قال تطبيق فرب ضم بكبرنا يا عمر كي تاجنت مقاصد الشريعة القواعد الفقهية أصول كأدب وتطبيقها هذا الله تلمع محاكمة حليه مركي تاجنت القواعد الكبرى سيد كو وين قواعدها كلا واحد فروع فرب ضم بعجرة حليه هاي وحين برئيس وحلو يقان علمي مقاصد الشريعة علمي عن goals of الشريعة علمي أد وبلارن بهذا النقضي وهو يا شيء رجي شو يا شيء تخصصي شو يا شيء كتبتي شو يا شيء رحمة الله عليه دكتور سلق الضاوي ما أنت سيدا لامع وحوادي أد مال فك علم وجر وح كلام باق كم باق أدي أد وجب حسن مقاصد الشريعة يعني مثلا إلهي حارن تنمي محله حارن تنمي محك الضم به هل حلل محله حل روح الشريعة محيته ويحونه جولس وبارق فك مقاصد الشريعة وحك برانيسا قواعد الفقهية القواعد الفقهية لبا مسائل فربضان وكهك للداسانان لهيت أو هذا باب النيات وحكوص أرور إنا تحفظي سمحي قاية كالقادة نيسا النية نية الحالف ونية الطالق ونية الراجع ونية 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 الباع سوء مبان هالقاعدة الوصة أروني ومبان ماندن إنا داشد ويحي استثناء هذا وميشهيد مدكالة وحيكوفو ضاينيسا فروعي إنا تحفظي ست فروع فربضان وحفظي سن لهيت فقه فربضان إذا كافر بإذن الله سبحانه وتعالى وحكى له هذانا علماء ذا مركي فطواني منهج ومفتيك الرعان وكفاهم يسمعش يعني إنك كان مسك فطوة مسك الشيء حلال إيه حرام على كيف ومية ما قفك كحنا قصين وحرام بكاتة قفك صاحبك إن حلال مية تهي إن اللي جعلي هاي قيل منهج كل قوم وشغل الله سمية مسك وحكم وحي كل سين إنا فهمت المنهجتي يوحي لمد وكان مرك الشيخ وحوليه أما التي مدى أما التي تيسو ماها وفيها في القواعد دحات من الفوائد فوائدي فوائد مركان مبحنو فمن علاها مد وسر الرئيس وحا كم ذا العلم إن لقرته بالمقاصد مقاصد الشريعة إن لقرته تاسهرت وسر الرئيس ابن عاشور الشيخ والضبض إيو إن مركا أيضا لقرته ضبضي وما أرقتي ضبض الفروع فروعي إن لصغه إيو التسهيل إن لفوضي للحفظ حفظ انتي كذا وحا كولا مذا تفهيم مفتن قفط وانايا فهم سينتوس نهجه منهج كيسو فهم سي ولم أخذها لكم ماشو كليمة قواعد يعني فتوضا إيضا مركم حانك قادان إنه حولي مركالة أما التي ميدي صومها وفيها دحها هذه قواعد ومن الفوائد فوائد فمن علاها وحاوصر العلم المقاصد إن لقرته علم المقاصد والضبض إن مسائش للصور إيو التسهيل إن لفضي لحفظ الله فضي كذا وحا كولا طاق كولا ميذا تفهم مفتن قف مفتي إنه فهم سي نهجه منهج كفتوضة يقول ما أخذ هالك كسوقات إذا محكم تاي وحمرك ما شاء الله وقاعد أما والله لقى براني سؤال شكل وحيته قواعد فقهية ما أنت أنا كحي قين عاو دمبا مع أحكام با مسمها ومسألة كلام هل كان ضوبة مركة تمد علماء قاركود وحيبو أركان با لما سود ليشان كريبيلي ابن دقيق العيد وكلا ابن نجيم حيلي نقد دايش وقولك كان أنا غوضان وحلم إذا مثلا فكر كواحد لقبه أبو طاهر المالكي
الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر هذا الكيسي ولا فهم كرا أنتاس محيا لي مروا ليها جرت اعلم أن فن الأشباه فن عظيم به يطلع ويطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في ويتمهر في فهمه واستحضاره وكذلك اقتدار بإيمانه على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث مركب صوت الماما يا هذا الكيس حكاية ولا فهم كرا لكن رجع سو ماشي مركي هذا بقول أيضا ابن دقيق العيدي ابن جيم حاكو ديدين ما شاء الله كو وعليه هرتقى وعيدا سي أغلبي أهم بيقو هذا شاه و استثناء كجر واتانري ما عندنا مسوع لأن استثناءً القواعد الفقه اللي وش دليل بيكون نقدون إن يرافرت الوجود إن نقدون تا حطوامت ويكل ليه وحبضنا إيه كم إذا قواعد كم استقرار لو كان سواء ما عندنا الاستقرار سواء لو ما كان استقرار عقلي قياسي لو كان استقرار مركب ماشي جوكتان حوا نقص إيمان نقص هذا يجرتنا دليل وما نقدر كرت حجية طيب سدح عليه قواعد الفقه أترك إنسان وحا أي مرأوتها فروع دي فرعي مركة الهلاكدي بقاعدة فقهية ما شتمت مركة سيدي صورة قال أتهاي يلو أصل أهم بفرع للي إني فرع أصل أنقط أما مزامة قلت إيه للي فرع قاعدة فقهية للي فروع ذا داش حدنا نموح علينا فروع دي ويونقو نيسا أب نقد دايش وقل كاس يا يري مركة قال داس قال داك الواد جوا محينا لقيست بور اللي ده لك أرتا أن وحيين شاقو كو خروج بعض الفروع عن القواعد فروع لقاركيد إن القواعد كبحضه والله يابو إن هالكاس تحقيق المناطق آن وجيرين والله يابو شروطي ماشي آن يجيرين والله يابو إنه مانع وجره تتاسو قاعدة دي هم سوما اللي قيسو وحوين ما إن استثناء لها استثناء دي لها لنا ما لها دليل وما إمان كرت لابو استقراها يعني مركي استقرار الله سمي وقتين استقراها وحن لوجيك ahaan marka wax loo baaro leeyahay mas'aladan aan baarno survey hala sameeyo waxaan hala sameeyo intee isku eeg maxaa ashbaah leh maxaa nadaa leh marka la baaro in yaro naqsi inay timaado suqruu muxuu ku saabsan yahay waa il aglabiyow hadda aan nahno qof macnaheedu hadaan soo dhaweeyo midalan magaaladan hala galo dadka degan area-dan kaliya degan 100 qofooda su'aasha hal weydiiyo marka la dhaho oo aan soo helna 100kii إلا سجاشن قف عن هلنا طبعا كلا عنا خلاء وسجاشن كود إسكو موقف إيه نقدانه إسكو سي ولا هلا يعني طبعا النجاح وغير خلاف سجاشن معنا نوصل من السماء استقره بضنا وحكم كان حكم أغلبي بوكين كلا حكم كأغلبي كاستقره وطنا نقصان وين مركب سؤالوني كمركب ملها هل جا مركب يبون إيه حيسكون دين إني مركب نمك إسكت عيانا مركب مال سارة المهم شيخ مركب حوله وكونها وكونه القواعد الفقهية أدلة الأحكام أحكام تأدي الذي سئنا يتانا فيه وحد هذا خلاف بعد هذا خلاف كاسو طالب الإحكام إن للصغو لبعين طالب الإحكام إن للصغو أباهن مركا طالب الإحكام تاسو حاكسي فيني سهل كان إحكام كوا إثبات إن للصغو خلاف باكو جل والحق سه هدان قرصور سميبو ليه أن بعضها قار كم إذا قواعد فقهية منها أحكامها كميتها إذا أتت هذه التي ماذا بنص شرع نص شرعي هذه التي ماذا فعلم ما أقول بركو عروا إنه الدفاع عليه وشكي كمجر إن أي تهي أحكام لدلي شنكر حجية له لكن وقارمة وهذا نص وضعته هذا نص وضعين صمع هذا الكي أي ابن الدقيق عيدي يرجع كل أي شيء بكل دبوب يهلكه. إيوه فهم كل جا فهم كل هذا كي أمور سيوت. أنت وين على صامه؟ طيب كان كود درينا مرك. أمهات الأدلة ما أصلها أصولنا بوليه أن أصل كي القرآن وي. ثم السنة تباحت وبعدها وحكذا بيا السنة دي الإجماع إجماع يبكذا بيا فاسمع عنها دقيق سوء دقيق أفر. من بعده إجماع قداشي وحاء هذا كدن بو ما صح وحي أصحه من قياس قياسة أحكامنا أنك أحكامتين قامت وحي كو يشتاكت بذي القسطاسي
بذي القسطاس أي بهذا القسطاس أو أه هل باقة كان بيكو يستاكت أفر تابي كتير سنت حكم مركز الردي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أنت أي مركز وشيخي مركز نوت النوم هل كان مركز لما تروح على نهر مركز قواعد أنو بحدون نواشن الأمور بمقاسدها من أعمال بالنيات المشقة تجلب التيسير الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرر أما اليقين لا يزول بي الشك العادة أن أمان ضن محكم أشخاص شنطة قاعد هل كاسا نحاو كو إستاقينا أو الله الحمد وحانو مالينا إن أن أفر ضلال ضلال كي أن لبين إلا صدا نليح بيج صامع إنت عانو ضن وإلى هنا بالله التوفيق هذا مراجعين هداتي ماذي وسي وريري دون تهدعوه بارك الله فيك.